السنه دي. صحيح ان كان في اعمال دراميه كبيره جدا، بس تترات المسلسلات السنه دي كانت متفوقه على نفسها او على ذاتها. كان في مجموعه من التترات غايه في الجمال وغايه في الروعه، وتحس ان هي اعمال متكامله، يعني بخلاف المسلسل حلو او مش حلو، هو التتر في حد ذاته اغنيه متكامله بمعانيها بلحنها بادائها. وكان متنافسين في الفئه دي صعب جدا الاختيار ما بينهم. تصويت ومنافسه واحتدام واشتباك وفض اشتباك. وكان التتر الاحلى بالنسبه للي صوتوا في الاستفتاء ده هو انت عماله تدعي يا رب يا رب. ايه يعني تعرفي حد من اللي كتب التترات دي؟ يعني حسيت كده انت عايزه ايه يكسب؟ لا تطفئ الشمس. ليه؟ عشان أصالة بتقول الحب وسنين الحب. على العموم في ناس كتيرة صوتت لكل تتر من التترات دي، بس في واحد هو تتر هو اللي حسم المسألة لأسباب كتيرة أكيد واضحة ومعلومة. ب 46% فاز تتر مسلسل لأعلى سعر. مدحت العدل عمل معنا حلو جدا. عمرو مصطفى لحنه أبدع ما يكون، وجه صوت نوال الزغبي ليكلل كل المعاني دي ويطلعه في شكل أغنية حصدت أعلى الأصوات. نوال الزغبي كانت معانا هنا في نفس ذات الاستوديو ده ووسط جمهورنا وجمهورها، وغنت الناس العزاز بأحلى إحساس على الهوى. بس خلينا نسمع جزء من اللي هي غنته هنا في الاستوديو. ملعون ابو الناس العزاز اللي لما احتجنا ليهم طلعوا انزل بامتياز، وملعون ابو الناس العزاز اللي لما احتجنا ليهم طلعوا انزل بامتياز. شوفوا شل